الرجاء هو نافذة من نور تشرق على النفس التي يضغطها الظلام. نافذة من نور تشرق على النفس التي يضغطها الظلام. الرجاء هو ينبوع من فرح يعزي النفس التي تضغطها الكآبة. الرجاء هو عمل من الروح القدس في قلب الإنسان، الروح المعزي الذي يعزينا بالرجاء. المؤمن بالرجاء يرى ما لا يراه غيره. مع المسيح لا يفقد أحد رجاءه. مع صفات الله الجميلة لا يفقد أحد رجاءه. الله القادر على كل شيء، الله ضابط الكل اللي واخد باله من كل حاجة، الرب الذي يحكم للمظلومين، صفات الله المحب المعين، معاها احنا لا نفقد الرجاء. أمام مواعيد الله نحن لا نفقد الرجاء. يقول إيه؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص على نية. قد يتأخر، قد يبطئ، ولكنه لابد أن يجيء. حتى إن تأخر إلى الهزيع الرابع من الليل هو سيأتي أيضا. اللي عنده رجاء، الطمأنينة تملك قلبه مهما حصل. إن يحاربني جيش لن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. عندي رجاء في الله، رجاء في الله الذي قال لا أهملك ولا أتركك، رجاء في مواعيد ربنا الذي قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، الذي قال إن نسيت الأم رضيعها لا أنساكم. الله الذي أعطى المواعيد، الذي قال حتى شعور رؤوسكم محصاه. ما دام مواعيد ربنا موجوده ومواعيده امينه، لا يمكن انسان يفقد الرجاء اطلاقا. يقول مهما حصل ربنا موجود، ربنا هيشتغل، ربنا شايف. حتى إن ضاقت الدنيا حواليه يقول مسيرها تنتهي. مش ممكن هتفضل قاعدة كده، لازم المشكلة دي هتنتهي في يوم من الأيام. أولاد الله باستمرار عايشين في الرجاء. إن لم يجدوا أمامهم أسبابا للرجاء يتوقعونه بالصبر. ما يهمش العيان، يبقى بالإيمان ويتوقع كل شيء بالصبر. يقول لك لا، أمال ربنا بيعمل إيه؟ ده ربنا يشق في البحر طريق، ده ربنا يفجر مية من الصخرة. هو ربنا ساكت؟ ربنا بيشتغل. يقول لك بيشتغل الداء إزاي والدنيا مكركبة؟ هو بيشتغل بطريقته الخاصة. وهتشوف حكمة ربنا تنتهي على ايه، وباستمرار يكون مبسوط. اللي عندهم رجاء يعيشون في الفرح دايما. الكتاب بيقول ايه؟ بيقول فرحين في الرجاء، فرحين في الرجاء.
خليكوا عايشين في الفرح بالرجاء. إن وجدت إنسان محصور وقاعد بيبكي ودبلان وتعبان يقول خلاص أموت أحسن، أسيب الخدمة أحسن، أستسلم للخطية أحسن، مفيش فايدة، أنا ضعت، أنا هلكت، أنا رحت، أنا مفيش فيا فايدة، أنا فقدت كل شيء، ده يبقى فاقد الرجاء. يقول لك وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يطيرون ولا يتعبون، يجرون ولا يعيون. أهو ده الكلام. يقول المعطي المعيا قوة، المعطي المعيا قوة. ربنا ده عجيب، يجدد مثل النسر شبابك، لا يهملك ولا يتركك. احنا لا نيأس ابدا ابدا ابدا، نحن لا نفشل لا نفشل. اولاد الله دول مش ممكن ابدا يفشلوا، حتى ان كان انساننا الخارجي يفنى، الداخل بيتجدد يوم بعد يوم، مش ممكن نفشل ابدا. حتى لو ضاقت الدنيا لا نفقد رجاءنا، الذي وعد هو امين. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله.